أخر الادعاءات، هذه المرة انسحاب الإيرانيين من مطار تيفور. نفت مصادر مطلعة صحة الانباء المتداولة حول خلاء مطار تيفور بريف حمص الشرقي، وأكدت المصادر أن القوات العسكرية السورية أو حتى الحلفاء لم تجري تبديل في عديد قواتها أو تمركزها في المطار أو محيطه. وشرحت المصادر سبب تركيز بعض وسائل الإعلام المرتبطة بالعدوان على سوريا كون مطار تيفور يعتبر عقدة الربط الرئيسة في ريف حمص الشرقي والبادية بشكل عام وبادية تدمر بشكل خاص ونقطة الرصد الأهم للجيش السوري وحلفائه، حيث تتقاطع المعلومات العسكرية كما يؤمن المطار ومنظومات الدفاع الجوي فيه إمكانيات الرصد الجوي البادية السورية وصولا لمنطقة التنفي ومشارف دير الزور. وأوضحت المصادر أن آلية التنسيق بين الجيش السوري وقوات الحلفاء الإيرانيين والروس المتواجدين في تدمر تجعل من الصعوبة سحب أو تبديل قوات فيه، كون هذا الانسحاب سيحدث فراغاً تنتظره القوات الأمريكية فيه. قاعدة التنفي وخلايا داعش المنتشرة حولها ما يساعدها في شن هجمات في البادية السورية أو شرق حمص. وفي سياق متصل، أكد الخبير العسكري العميد المتقاعد هيثم حسون أن مطار تيفور تعرض لهجمات عديدة من قبل جماعة داعش الإرهابية بين عامي 2015 إلى 2016 في سبيل خراجه من دوره المحوري في الحرب على الإرهاب. وجاء بعد ذلك عدوان الكيان الإسرائيلي المتكرر على المطار والمناطق المحيطة فيه. هذه المقدمة تجعل الإخبار المفبركة حوله تصنف في إطار الحرب النفسية، والإيحاء أن الانسحاب المزعوم من المطار جاء نتيجة ضغط الكيان الإسرائيلي عبر عدوانه المتكرر، وهذا ما يمكن وصفه بنصر معنوي للكيان الإسرائيلي. وأضاف حسون أن بالإضافة إلى ذلك، لا ننسى الدور الأمريكي الذي يحاول رفع معنويات جماعة داعش الإرهابية المنتشرة في البادية بعد الهزائم المتكررة لها، وتحديدا في المنطقة الممتدة من ريف حمص الشرقي حتى اطراف دير الزور. يذكر أن مطار تيفور بريف حمص الشرقي يعتبر من أهم المطارات العسكرية السورية، ويبعد حوالي 50 كيلومتر شرق مدينة حمص وحوالي 60 كيلومترا عن مدينة تدمر وسط سوريا. ويعد المطار نقطة ارتكاز وقاعدة أساسية للقوات السورية والقوات الحليفة لها، حيث يقوم بدور الإسناد وتقديم الدعم في مواجهة الإرهاب طيلة فترة الحرب المفروضة على سوريا نظرا لموقعه الجغرافي الهام. أخرى يحرز السوريون النصر في مسيرتهم، لأن الشمس تحزن إذا لم تلامس بخديها سماء الشام، وتأبى إلا أن تنثر شعاعها الذهبي على سوريا الأبية، ليسمو السوريون بوطنهم رغم أنف الحاقدين، حاقدون على سوريا فقط لأنها عربية الهوى والنسيم، أصيلة لا تحيد بوصلتها عن القدس.